طبعا في داخل لبنان هناك تصدع هذه الإشكالية الأولى. القضية الثانية، هناك أزمة حقيقية ولا بد من حل. الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني حتى اليوم بعثت بوفد من مجلس النواب واجتمعوا مع القيادات اللبنانية وغادروا بوعود أنهم سيقدمون بعض المساعدات الاقتصادية إلى لبنان، وبالتالي هناك تزاحم أيضا على من يساعد لبنان. ولكن هل ستجدي هذه السفن مكسب إعلامي وسياسي إذا ما وصلت واستلمتها لبنان؟ سوف تكسب قليلا، أنا لا أعتقد أنها ستكون حازمة، لأن الوعي اللبناني كبير والأزمة اللبنانية كبيرة، وأشك أنها سفينتين أو من الوقود من إيران أو عبر حزب الله كافية لترميم صورة الأثار والضرر الكبير الذي تعرضت له لبنان على يد حزب الله وإيران. نعم قد يكون الصدام بها يوفر خسائر كبيرة، ولكن أيضا وصولها إلى لبنان سوف لن يوفر مكاسب كبيرة لا لحزب الله ولا لإيران، لأن هناك أضرار عميقة في الواقع اللبناني من الصعب ترميمها أو 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 أو, أو يعني معالجتها في مثل هذه السلوكيات المقروءة سلفا على أنها سلوكيات سياسية وإعلامية وليست سلوكيات مسؤولة حقيقة أمام الوضع اللبناني المتدهور. طيب أنا أعتقد جميل، ولكن عفوا استاذ رمضان على المقاطعة، ولكن يعني لا تعتقد أن هذه ستكون بداية لناقلات إضافية لعشرات الناقلات القادمة من النفط الإيراني مباشرة إلى لبنان، وبالتالي يعني خلاص أصبحت لبنان تعيش على النفط الإيراني هنا على المدى البعيد، يعني ستبدو الأمور مختلفة؟ النفط الإيراني مصحوب بمخاطرة في الوقوع تحت عقوبات أو مقاطعة دولية إلى لبنان، ولبنان يحتاج إلى التواصل والانفتاح على المجتمع الدولي أكثر من أن يفتح جبهة علاقات واحدة مع إيران. وبالتالي المجتمع الدولي بدأ ينتبه لهذه الحالة، وبدأ أيضا يرتب برامج لدعم لبنان اقتصاديا ودعمها سياسيا والتدخل بشكل أعمق في داخل تفاصيل المشهد اللبناني. نعم سيحصل هناك تزاحم، سيحصل هناك صراع في مرحلة معينة، ولكن أنا أعتقد في نهاية المطاف سوف يتم إيقاف هذا المدد، وهذا إذا ما وصلت هذه السفن بدون تداعيات سلبية على لبنان طبعا. ولذلك أنا أعتقد أنها مكاسب سياسية وقتية، لكن على المدى البعيد لا تستطيع إيران الاستمرار بها، وإن استمرت سوف يتم إيقافها، وكذلك لبنان لا تستطيع الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المدد اللي هو يمثل عنصر واحد من حاجتها، وخصوصا أنه يأتي من إيران. هذه القضية على المدى القصير، نعم إيران قد تحقق حزب الله مكاسب آنية قليلة مؤقتة، ولكن على المدى البعيد سوف لن يكون، وأعتقد أن المصلحة اللبنانية هي التي سيحسم الامر، واعتقد ان المصلحه اللبنانيه تذهب مع الانفتاح على بقى مع كل ما عدا ايران افضل لها من حزب الله وايران. هذا ما سينتج على ما بعد هذه المرحله القصيره المؤقته.